يا صباح الفل والخير والسعادة وكل دعوة حلوة من القلب كده يا رب تتحقق. على مدار ساعتين عندنا موضوعات وفقرات مختلفة يا رب بإذن الله تتبسطوا بيها. وأكيد قبل الكلام أصبح على داليا. صباح الفل يا داليا. صباح الفرحة يا جيد. صباحك يا رب مليان حاجات حلوة بإذن الله يا رب. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شتكم صدى البلد. إن شاء الله النهاردة يوم مليان طاقة وأخبار حلوة، ودايما يوم الجمعة كده بيبقى يوم العيلة، فيا رب إن شاء الله دايما تتجمعوا على كل خير. طبعا صفحتنا هتكون موجودة قدام حضراتكم أسفل الشاشة. نتمنى أن أنتوا تتواصلوا معنا دايما، بيهمنا جدا نعرف أراءكم وأي حاجة حابين توصلوها لينا. موضوعنا النهاردة يعني أعتقد كلنا كنا متابعين خلال الأيام اللي فاتت إنجاز المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو. خلينا نقول أنه مصر بإنجازكم الكبير وعزمتكم الجبارة وأدائكم البطولي يعني حاجة كده تدعو للفخر. خلينا نقول أنه ده كان وصف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإنجاز اللي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد. وعايز أقول لحضراتكم أنه رغم الخسارة من منتخب فرنسا امبارح، إلا أنه منتخب مصر فعلا رفع رأسنا بكل المقاييس. وده كان يعني الكلام كله، يعني مفيش حد بلا استثناء ما قالش غير أنه منتخب مصر قام بدور بطولي. كل التحية. وخلينا نقول أنه كان في رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهني وبيثني ومقدر جدا لدور منتخب كرة اليد. قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحن فخورين بأداء اللاعبين الأبطال والإنجاز اللي حققوه، مش بس لمصر، مش بس للعرب، مش بس لأفريقيا، لكل واحد يعني بيتفرج على منتخب مصر فهو أكيد فخور بأدائه. منتخب مصر هو أول منتخب غير أوروبي يوصل لنص نهائي بطولة الأولمبياد 2020 أو لبطولة الأولمبياد بشكل عام. فالحقيقة إنجاز جميل جدا، ولسه الحكاية ما انتهتش، في فرصة ذهبية للحصول على الميدالية البرونزية خلال لقاء منتخب مصر وإسبانيا غدا إن شاء الله. فلسه الحلم مكمل معانا، وإحنا واثقين في قدرات المنتخب المصري إنه يحصدوا الميدالية بإذن الله. عايز أقول لك يا جاد، بس إحنا عايزين نوصل لهم إن إحنا فخورين ومبسوطين وفرحانين بالمجهود اللي هم عملوه. كفاية ان هم طول المباراة كانوا بيلعبوا رجالة وكانوا حاسين بالمسؤولية، وكل ما كان بيجي جون كانوا بيسعوا دايما يردوا الجون على طول. فعايزين نقول لهم كل التحية لرجال كرة اليد اللي اسعدونا وفرحونا على مدار الايام اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يكلل تعبهم ومجهودهم في البطولة بالفوز بالميدالية البرونزية بكرة ان شاء الله. اعتقد يا محمد كمان زي ما انت قلت كده في البداية عن رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايز اقول لك ان هو وجه لهم امبارح شكر كبير جدا ورسالة مهمة جدا هتظهر قدامنا دلوقتي على الشاشة. وخليني كده اقول لحضراتكم كان فيها ايه. تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020. فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة. إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري. شكرا لكم، لقد شرفتمونا وأسعدتمونا. رسالة جميلة جدا وفيها معاني كتير قوي، وأكيد هتديهم أمل ودفعة كبيرة جدا لمنتخبنا، تحفيز كده لأداء لاعبتنا بكرة إن شاء الله يقدموا مباراة مشرفة كالعادة من أول البطولة ويحققوا فوز على المنتخب الأسباني عشان يكتبوا لنفسهم والبلدهم تاريخ جديد في لعبة كرة اليد. كلنا كده فخر وعزة ومبسوطين وفخورين بيكم، كل التوفيق ليكم بإذن الله بكرة منتخبنا الوطني لكرة اليد. عندنا ثقة كبيرة جدا ان انتوا هترجعوا وانتوا برضو رافعين علم مصر مهما كانت النتيجة. يعني ان شاء الله يحققوا البرونزية وهما فخر لكل مصر وكل العرب وكل افريقيا. واحنا يعني خلاص اتعودنا انه بعد كده اهدافنا هي الالقاب مش بس التمثيل المشرف، لان حقيقة رفعتوا سقف طموحنا. يعني طيب قبل ما نتكلم عن فقراتنا النهاردة، يعني كلنا بننعى رحيل واحد من اهم المسؤولين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، واللي بيطلق عليه أبو المدن المصرية الجديدة، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، اللي وفاته المنية امبارح عن عمر ناهز 91 عام.
وهيتم تشييع جثمان الفقيد النهارده لمثواه الاخير عقب صلاه الجمعه. الفقيد تولى وزارة الإسكان لمدة 16 عام من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993. أنشأ مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وقبل ما يترك الوزارة كان أنشأ خلال حقبته الوزارية 17 مدينة جديدة، أهمها السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر. وامبارح نعى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي المهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق، مؤكد أنه مصر فقدت واحد من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، واللي كان بيعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب شيخ المهندسين المصريين. أيضا نعى النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وقال النائب محمد أبو العنين في بيانه: أنعي ببالغ الحزن والأسى الأخ والصديق المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة حياة من العمل والجهد والكفاح عمل خلالها مخلصا من أجل رفعة وطنه. وأضاف النائب أبو العنين: رحل حسب الله الكفراوي الرجل الوطني المخلص صاحب القلب الطيب والأيادي البيضاء، تاركا إرثا من العمل يحفظ له تاريخا مشرفا. رحم الله المهندس حسب الله الكفراوي صاحب المواقف الوطنية والأخلاق الرفيعة والجهد المخلص، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيد يا جاد وألهم ذويه الصبر والسلوان. خلينا بقى دلوقتي كده نقول لحضراتكم فقراتنا ايه النهاردة، وعندنا كالعادة فقرات متنوعة ان شاء الله تعجب حضراتكم. تكون في البداية مع أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف، هيكون معنا فيها المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ. أما فقرتنا التانية فهتكون كده موعد مع فقرة دينية، هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة. هنتعرف كده على رأي الدين في القضية دي، وده من خلال لقائنا بالدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فقرتنا الأخيرة يا داليا هتكون مع زميلتنا هند، هناخد حضراتكم في جولة بمرسم القلعة واللي بيعد قبلة لكل محبي التراث، وده بسبب إطلالته الفريدة على معالم القاهرة، وهنشوف ورش للرسم وفنون يدوية وتراثية في فقرة إن شاء الله تنال رضاكم وأعجبكم بإذن الله. خلينا بقى دلوقتي نروح لسؤال حلقتنا. طبعا بنستنى السادة المشاهدين يكونوا معنا كده على صفحة برنامجنا، عايزين نعرف رأي حضراتكم عن سؤال حلقتنا النهاردة، هنستنى أكيد إجاباتكم. وسؤالنا هو: ما تقييمك لأداء المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو؟ عايزين نعرف كده شايفين تقييمكم إيه، هيهمنا جدا نعرف آراءكم. وخلينا دلوقتي نبدأ أولى فقرات. يلا نتعرف على حالة طقس النهاردة، واللي هيكون حار على كافة أنحاء البلاد، والرياح تكون ناشطة على القاهرة والوجه البحري، أما درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية والعواصم العربية والعالمية فهي دائما من العاصمة المصرية القاهرة العظمى 42 صغرى 29، اسكندرية العظمى 36 صغرى 26، إسماعيلية 41 24، الدقهلية 40 26، الغردقة 37 28، والمنيا 43 27. نتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية: الرياض العظمى 44 صغرى 30، أبو ظبي 39 32، أنقرة 36 22، لندن 21 14، واشنطن 33 21، وبكين 33 22. خلينا كمان دلوقتي كده يجد نطمنهم على أسعار الذهب والعملات، عايزين نطمن حضراتكم بالتأكيد كل يوم أسعار الذهب والعملات عاملة إيه. وخلينا نبدأ دلوقتي مع أسعار العملات، وهيكون عندنا أولا الدولار الأمريكي عامل لشراء 15 جنيه و63 قرش، أما للبيع 15 جنيه و73 قرش. اليورو 18 جنيه و48 قرش، للبيع 18 جنيه و65 قرش. جنيه استرليني 21 جنيه و68 قرش، للبيع 21 جنيه و93 قرش. ريال السعودي 4 جنيه و16 قرش، وللبيع 4 جنيه و19 قرش. دينار الكويتي 49 جنيه و37 قرش، وللبيع 52 جنيه و37 قرش. وخلينا كمان دلوقتي نطمن حضراتكم على أسعار الذهب، وهيبدأ معنا عيار 18. عندنا 681 جنيه،
21,794 جنيه، عيار 24,907 جنيه، وجنيه الذهب 6,352 جنيه. في جولتنا حول العالم هنشوف كده بناء واحد من أطول الجسور في إنجلترا، وكمان هنشوف إعادة افتتاح طوكيو المائي. خلينا نتعرف كده وناخد اللقطات في جولتنا حول العالم. خلينا بقى دلوقتي كده نسيب حضراتكم مع التقرير عن زي النهاردة وزي النهاردة، تقرير عن الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة. خلينا نشوف التقرير ونرجع ورا تاني. في مثل هذا اليوم افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة لاستكمال الازدواج الكامل لقناة السويس من الكيلومتر 61 إلى الكيلومتر 95 طبقا للترقيم الكيلومتري للقناة. تم افتتاحها في 6 من أغسطس 2015 بطول 35 كيلومتر، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة بطول 37 كيلومتر ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كيلومتر من الكيلومتر 50 إلى الكيلومتر 122. وهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلة القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد على 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، مما يساهم في زيادة دخل القناة مستقبلا بنسبة 259%. تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت ب 17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها. شهد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 من أغسطس 2015 مشاركة دولية عالية المستوى، حيث شارك في الحفل زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والأسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح بدعوة من الرئيس السيسي لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي، بالإضافة إلى حضور لافت من وزراء الحكومة المصرية والشخصيات العامة والعلماء والإعلاميين. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، وتحيا مصر وتحيا شعوب اللي جاي. معلومة تهمك وتهم صحتك، يلا نتابع مع بعض. خلينا بقى دلوقتي كده ناخد حضراتكم لشويه رياضه وشويه نشاط هيفرقوا جدا معانا طول اليوم، وبما ان النهارده الويكند والناس ما عندهاش حاجه فنحاول كده نلعب معانا كده شويه رياضه ونشوف الجيم بتاعنا فيه ايه ونرجع لحضراتكم. يا صباح الفل والنشاط، جه ميعادنا مع الفقره الرياضيه، تمارين بسيطه كده نقدر نعملها في البيت مش صعبه خالص مع كوتش ساره. صباح الفل يا ساره، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، كله حلو الحمد لله. الحمد لله. جهز لنا ايه بقى النهارده؟ هنتمرن ايه النهارده؟ هنتمرن كتاف.
أهمية الكتاف بقى إيه؟ تمارين الكتاف إيه؟ بصي ناس كتير قوي عندها مشكلة مع السواقة والقعدة على المكتب كتير، حتى مسكة الموبايل يا سارة حتى مسكة الموبايل بيحصل لهم راوند شولدر. أوكي. عضل كتف تلات عضلات. تمام. محتاجين إن إحنا دايما لما بنقويها ظهرنا بيتفرد. كتفنا بتعلى لفوق، بنبعد المشاكل اللي بتحصل في الرقبة. ناس كتير قوي من كتر القعدة دي والموبايل والكمبيوتر والسواقة مدة طويلة يحصل لها مشاكل كبيرة قوي في العضلات اللي حوالينا. صحيح. وبرضو ده بسببه ضعف في عضلة الكتف. أوكي. فلما من قوي عضلة الكتف بيرجع تاني الظهر يتفرد والكتف بيتفرد. بالضبط. يعني مش مستحيل يا جماعة، تمارين بسيطة. تمارين بسيطة وهنستخدم هنستخدم إزازتين مية، حتى لو ما عندناش وزن للمقاومة ممكن نستخدم إزازتين مية في البيت، لعبتين نص كيلو بتوع أطفال هيفرقوا معانا قوي. بالزبط. إن هو كمان يقوي عضلة. إيه 10 دقايق كمان تمرين ما فيهوش حاجة. بالظبط. مش هتفرق في أي حاجة إن إحنا نفرد ظهرنا، نقوي عضلات كتفنا ونقوي جسمنا. حلو قوي. يلا بينا نسخن. طيب احنا هنسخن أول حاجة. أوكي. الريست بتاع الإيدين عشان المفاصل، ونوصل الدم كفاية للعضلات اللي عايزين نشغلها. هنعمل ستريتش بين باي تحت كده. أيوة. ستريتش الإيد الثانية. نستنى 10 ثواني في كل ستريتش، يعني واحد اتنين، ده العدد مش واحد اتنين تلاتة، بسرعة كده بالراحة. ستريتش الكتف. تمام. بنزقها علينا، مهم ان الكوع، عشان في ناس بتشد كده لا من تبقى مفروده كوي مفروض. بالظبط. وادي الناحيه الثانيه. ممكن نعمل الاستريتشات دي واحنا قاعدين لو احنا مش قادرين نقف. وفي نفس الوقت ممكن نطر ايدينا. اهميه الاسترتش يعني طبعا عشان ما يحصلش اي مزق. بالظبط. اي مزق في العضله. طالما احنا لو احنا كمان ما بنتمرنش بقالنا فتره او من حاله سكون قاعدين وعايزين نبتدي تمرين، لازم نعمل حركات بسيطه. أوكي. نوصل بيها الدم للعضلة. طيب انا هستخدم وزن النهارده، قلنا هنعوض الوزن ده بان احنا هنجيب ازازتين ميه في الميه في او نملاهم ميه او نملاهم رمل نتمرن بيه. رمل الفكره حلوه. ده للوزن الاتقل شويه. بالظبط. او ان احنا ممكن نجيب لعبتين. أوكي. حاجه صغيره بس نمسكها علشان خاطر لو انا اوفرويت او مش هقدر امسك بس حاجه فيها وزن. حلو قوي. طيب هنبتدي تمرين. باول تمرين ايدي للجنب، هبعد عنك شويه اهو، ايدي للجنب وهنزل تاني. طب لو انا واقفه هيبقى ساب بوزيشن، رجلي بوسع كتفي، مش رجليا وركبي وكتفي على خط واحد. تمام. ركبي متنيه حاجه بسيطه متنيه سنه. اوكي. لو انا قاعده ظهري مفروض وهطلع لغايه مستوى كتفي، مش هعلي فوق لحد مستوى كده. كده غلط. مستوى الكتف لحد هنا. أوكي. وبنزل تاني وفي نفس الوقت مش فردين، مش فارده ايدي قوي بس. وفي نفس الوقت ريست ايدي مش برده واقع مش تحت. نازل لتحت. من هنا من جنب رجلي كدا. لغايه مستوى كتفي 10 عدات. اوكي. ثلاث مرات. حلو. ده اول تمرين. ماشي. هنطلع قدام بايد وانزل هبدل الايد الثانيه. ده للفرونت مستوى الكتف. الكتف بالظبط. انا هنا كل ايدي على خط واحد، ما ينفعش اطلع فوق كده، انا هاذي نفسي واحمل اكتر. انا مش مديه العضله الرينج الكامل. حلو. هنا اوكي 10 عدات برضه. بالظبط. ثلاث مرات. تاني تالت تمرين. أوكي. معانا هنقف بكوعنا 90 درجة. ماشي. وهنطلع فوق راسنا بالظبط وهنزل حد فوق راسي وهنزل. أهم حاجة رقبتي كمان ما تبقاش مايلة لتحت أو قاعدة بتبص على الويت بتاعي. أنا رقبتي لازم تبقى فوق علشان ما بقاش عاملة لعضلة تانية. أوكي. انكباط. طب سارة بننزل قد إيه الـ لحد 90 درجة برضو لغاية الكتف؟ الزاوية بتاع الكوع تكون 90 درجة. أوكي. هنا وهطلع فوق وهنزل. حلو. التمرين اللي بعده هميل لقدام، ممكن لو انا واقفه ايدي هنا عند رجلي، حتى كعبين الاثنين على الارض. فرده لقدام ولا تانيها شويه؟ الاثنين سوفت، حاجه بسيطه. سوفت. دايما ما بوقفش عامله لوك عشان ما اذيش الركبه نفسها. الركبه بالظبط. انا ايدي هنا وهطلع 90 درجه وانزل 90 درجه. احنا كده بنمرن عضلات الكتف كلها. الكتف الخلفي كده. الكتف الخلفي. اوكي. هقول كل عضله بتمرن اني عضله في الكتف، وبرده 10 عدات. بصي كوعي اطلع. تمام كده. كده 90 درجه كده. انت مش هتغلى الريل بالظبط. اوكي كده صح. بالظبط. هايله يا فرد، شاطره جدا. أوكي. ناخد بالنا مش ايدي لورا كده. ايدي 90 درجه لقدام لحد هنا. مهمه. اوكي. طيب هنعيدهم مع بعض مره كمان. ماشي يلا بينا. كده الجانبي 10 عدات ثلاث مرات. هايله. كده الامامي واحده واحده علشان ما ننساش. احنا هنعمل 90 درجة ونطلع لفوق وننزل برضو 10 عدات ثلاث مرات وبالراحة، محدش يعمل بسرعة. يعني كل التمارين طبعا. اتنين
اخر تمرين الكتف الخلفي، ايدي هنا هطلع 90 درجه كده صح؟ أوكي. ايوه كنت بعملها غلط طول الوقت ده. لا انت شاطره يا فرح اكيد. بصي ممكن تكوني نسيتي بس لو رجعتي لورا انت برضو بتشغلي ظهر. اوكي بس قليل بس مش الكتف بالظبط. هنا 90 درجه تمارين بسيطه وخفيفه. صباحك زي الفل يا ساره. صباح الفل يا فرح. صباح الفل عليك. زي الفل. باي باي. يلا نتابع مع بعض جولة مع أهم الأخبار سواء المحلية أو العالمية أو حتى اللي ليها صدى إقليم من خلال نشرة صباح البلد مع زميلتي هند. شكرا يا جاد. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. والآن موعدنا مع أهم الأخبار. يستمر بنك مصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في صرف معاشات شهر أغسطس الجاري من ماكينات الصراف الآلي اليوم، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من التغذية باستمرار. تنطلق اليوم قافلة طبية مجانية إلى وادي الأسبعية ووادي سعال بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، تضم جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وذلك استمرارا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. تتواصل عروض الأوكازيون الصيفي عام 2021 لليوم الخامس وتستمر لمدة شهر بتخفيضات تصل إلى 60%، حيث يكون لكل محل أسبوعان وعلى من يريد المشاركة التوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلهم التجارية للحصول على الموافقة. وكان الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المحلات المشاركة في الأوكازيون. وأخيرا رياضيا، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في 9 PM الغد على استاد السلام. بكده بتكون انتهت أخبارنا. دلوقتي هنروح مرة تانية لزملائي داليا وجاد لاستكمال فقرات صباح البلد. شكرا جدا يا هند. بالتأكيد نستنى جولتك الإخبارية، جولة هامة فيها تفاصيل كتير. وخلينا دلوقتي ناخد حضراتكم في جولة داخل القلعة، جولة مختلفة وأكيد جديدة وتسعد حضراتكم جدا. خلينا نشوف جولتنا داخل مرسم القلعة. يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة هناخد حضراتكم في جولة ممتعة جدا في مكان شاهد على تاريخ مصر لأكثر من حقبة زمنية مختلفة. النهاردة احنا مع حضراتكم في مكان ارتبطنا بيه واحنا صغيرين واحنا كبار كمان. احنا النهاردة في القلعة، قلعة صلاح الدين، او زي ما بنقول عليها واحدة من اهم معالم القاهرة الإسلامية وواحدة من اعظم القلاع الحربية اللي تم تشييدها في العصور الوسطى. و قلعة صلاح الدين هي شاهدة على عصور مختلفة متقدمة ونهضة مصر سواء في عهد صلاح الدين الأيوبي أو في عهد محمد علي باشا. النهاردة هناخد حضراتكم في جولة مختلفة، هنشوف إيه اللي بيتم في القلعة، خاصة وإنها بتضم عدد كبير من المتاحف اللي بترجع لحقب زمنية مختلفة، وكمان فيها أعمال صيانة وترميم لعدد من الأماكن اللي مش كتير للأسف مننا يعرفها. أوعدكم النهاردة هناخدكم في جولة مختلفة من زوايا متعددة من داخل قلعة صلاح الدين.
زي ما قلت لحضراتكم في البداية، النهاردة هناخد حضراتكم في جولة مختلفة تماما داخل قلعة صلاح الدين. هيصطحبنا في الجولة دكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية. صباح الفل حضرتك دكتور أسامة، نورنا في صباح البلد. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. دكتور أسامة، النهاردة احنا ان شاء الله تكون جولتنا مختلفة، لان احنا عايزين نعرف ايه الجديد اللي بيتم في قلعة صلاح الدين. بس قبل ما نعرف ايه الجديد اللي بيتم فيها من اعمال ترميمات وصيانة وكنوز اثرية يمكن تكون يعني مش ناس كتير تعرفها، عايزين نرجع شوية كده بالتاريخ لورا ونعرف تاريخ قلعة صلاح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلعة صلاح الدين الايوبي زي ما هو باين من اسمها هي معلم رئيسي في مدينة القاهرة اللي احنا بنحتفل في هذه الايام بمرور 1052 سنة على تأسيسها. قلعة صلاح الدين شيدها السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الايوبية سنة 572 هجرية، ومن بعد أن تم بنائها وسكنها بعد منه ابن أخوه الملك الكامل هو أول من سكن القلعة، تحولت القلعة إلى مدينة ملكية مقر لحكم مصر من أيام الملك الكامل محمد الأيوبي، مرورا بكل العصور بقى، بقية الأيوبي والمملوكي والعثماني ومحمد علي لحد أيام الخديوي إسماعيل، مع الاحتفال بالانتهاء وافتتاح قناة السويس وقصر بناء قصر عابدين 1869. انتقل مقر الحكم مصر من قلعة صلاح الدين إلى قصر عابدين، ولا يزال قصر عابدين هو مقر ديوان فخامة السيد رئيس الجمهورية حتى الآن. دكتور أسامة، يعني يمكن المعلم الأشهر اللي احنا أول ما بنشوفه بنقول احنا كده عند قلعة صلاح الدين هو جامع محمد علي. كلمني حضرتك ليه أصلا تم تأسيس القلعة في هذا المكان تحديدا، وليه احنا دايما رابطين القلعة بجامع محمد علي؟ سؤال حضرتك سؤال جميل، لأن جامع محمد علي هو أعلى المباني التي شهدت داخل القلعة. خلينا نوضح للسادة المشاهدين أن القلعة في أساس بناها كلمة قلعة يعني حصن، بناها صلاح الدين لكي يدافع عن عاصمة مصر الإسلامية في عصره اللي كانت في الوقت ده الفسطاط والعسكر والقطائع ثم القاهرة الفاطمية، وبنى القلعة في منطقة متوسطة مرتفعة عشان تشرف عليه، وبنى سور حوالين العواصم دي. من بعد صلاح الدين زي ما قلنا وجيل الملك الكامل ازدادت المنشآت داخل القلعة، يعني الكامل محمد بنى القصر والإيوان وبنى الجامع اللي هو جامع الخطبة وجامع القلعة اللي هو دلوقتي جامع الناصر محمد بن ألاوون اللي موجود على يمنا ده. بطبيعة الحال زي ما قلنا لأن هي القلعة أصبحت مقر الحكام مصر، فكل السلاطين والحكام اللي جم سكنوا في القلعة أضافوا منشآت قصور مساجد أزبلة وما إلى هذا، فأصبحت القلعة بتتكون من نطاقين رئيسيين، القلعة الحصن بتاع صلاح الدين اللي هي جواها دلوقتي قصور الحرم اللي هو المتحف الحربي وجامع سرية الجبل والمحكة وما كان سابقا متحف المركبات الملكية، وبعد كده الجزء الثاني اللي احنا واقفين فيه دلوقتي اللي هي الساحة الملكية اللي هي فيها جامع محمد علي اللي زي ما قلنا اللي هو أصعب يعني أعلى مبنى جوه القلعة، عشان كده بيرى من جميع الاتجاهات من خارج القلعة وأصبح معلم خاص بالقلعة، أو ما بنشوف صورته ارتبط ذهنيا عندنا بين بقلعة صلاح الدين، هو جامع محمد علي داخل قلعة صلاح الدين. طيب دكتور، يعني احنا اول ما بندخل كده القلعه شايفين دلوقتي فيها حاجات مميزه للاسف الشديد كان العصور اللي فاتت ما كناش بنشوفها، رغم انها كانت موجوده ما كناش بنشوفها، زي مثلا الساعه. ده عباره عن ايه بالظبط البرج ده؟ بالظبط، هو البرج ليه قصه طريفه. محمد علي لما بنى المسجد الجامع اللي هو جامع محمد علي او الالباستر موسك الجامع المرمري لانه مغطى بالوزر الرخامي اللي هو المرمر اللي هو مجلوب من محاجر بني سويف، ما كانش في الحسبان ان يقام في المسجد البرج دون اللي هو البرج النحاسي ولا الساعه. تصحيحا للمعلومات، هذه الساعه جاءت لمصر اهداء لمحمد علي، لا صلة لها بمسألة تبادل مسألة معبد الأقصر مع الساعة، ده تاريخ وده تاريخ تاني خالص. الساعة أصلا جت علشان توضع في قصر محمد علي في شبرا اللي ما زال باقي حتى الآن وبيخدع الموضوع مشروع ترميم ضخم جدا، ولما جت اتخزنت في قصر شبرا، وبعد وفاة محمد علي وجيل الخديوي عباس الأول رأى أن المسجد أولى بالساعة من القصر، فعمل هذا البرج النحاسي ووضع فيه الساعة اللي هي لها ماكينة واحدة وأربع منات أربع اتجاهات، وطبعا فيها اللي هي الجرس بتاعها الساعة طبعا كل ساعة بتدق
مع بعض اللي هما بتوقيتهم واحد طبعا هي ساعة واحدة. وبرضه هنا عايز اصحح معلومة يعني ان هي ساعة كانت بتدق او يعني الاجراس بتاعتها تدق في اوقات الصلاة. الميكانيزم او التكنولوجي ده مش موجود غير من سنوات قريبة قليلة اللي ارتبطت بالديجيتال او الواتش اللي هي الساعة الرقمية، لكن هي ساعة كانت بتدق في كل ساعة وهي بتشتغل بنظام المانوال يعني زي زمان كده لما كنا بنملى الساعة بأيدينا. هي برضو ليها ميكانيزم كده كل 12 ساعة ليها تقالين، واحد رفيع واحد خفيف، نتيجة التقيل بيجر بيسحب الصغير فبيلف معاه المكنة بتاعت الساعة وتشتغل، وبالتالي بتحتاج كل 12 ساعة ان حد يطلع يغير الاتجاه بتاع التقل، يجيب الكبير فوق ويجيب الصغير تحت عشان الساعة تتملي. الساعة تم الانتهاء من تصليحها وعادتها لأصلها كما كانت، وباقي بس مسألة ضبط أو معايرة الساعة بتاعتها. وطبعا تم ضمن الأعمال بقى اللي جارية في القلعة دلوقتي، لأن القلعة بتشهد طفرة في أعمال الصيانة والترميم وإعادة التوظيف مرة تانية وتقديم الخدمات، ملف تقديم الخدمات من الحاجات المهمة جدا. والقلعة بالنسبة بمعنى إيه بقى دكتور أسامة؟ لأن إحنا وإحنا داخلين القلعة شايفين إن فيها تغير عن السنين اللي فاتت. إحنا كلنا وإحنا صغيرين كنا بنيجي القلعة، فلما نيجي وإحنا كبار دلوقتي حاسين إن في فرق. ايه المقصود من تقديم الخدمات هنا؟ انا هتكلم بمنتهى الامانه، احنا لحد قريب لما كنا بنزور القلعه ونتيجه ظروف مختلفه لا يتسع المجال لذكرها، لكن لما بنيجي نزور القلعه كنا ما بنلاقيش عندنا نزوره غير جامع محمد علي وجامع الناصر محمد ومتحف الشرطه والمتحف الحربي. المتحف الحربي له سنوات طبعا تحت التطوير وهيتم افتتاحه قريبا ان شاء الله، وبالتالي اصبح عدد المزارات داخل القلعه قليل. الوقت بيتم العمل على فتح مزارات تانية موجودة لها قصص تاريخية جميلة مرتبطة بتاريخ مصر وبعمارة مصر وحضارتها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات. تقديم الخدمات اللي هو حضرتك النهاردة وإحنا زوار زي ما إحنا ماشيين كده، فأنا موجود والجو حار مثلا، فأنا محتاج مية، محتاج حمامات، محتاج قد أحتاج لساندويتش أو أحتاج لوجبة أو ما إلى هذا. هو ده اللي احنا دلوقتي الملف اللي الوزارة كلها شغالة عليه بخطة، وبنبدأ طبعا بالمواقع الأثرية السياحية بحيث ان الزائر يجد خدمات بتضيف يعني قيمة للمكان، بالإضافة لأن دراسة مد ساعات العمل في بعض المواقع الأثرية لإتاحة زيارتها بعد العصر عشان تبقى يعني بعضها بيزداد جمالا بعد العصر، فلما نغلقها؟ طب دكتور أسامة يعني اسمح لي كده حياتك تقول لنا ايه هي أبرز الأماكن هنا نقدر نقول عليها أنها كنوز أثرية ولكن يعني مش ناس كتير تعرفها، وخلينا نروح لها. يعني هل في حاجات من المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي كده مش مشهور قوي؟ سؤال حضرتك جميل. المعالم اللي أنا ذكرتها قبل كده زي جامع الناصر محمد، جامع محمد علي، متحف الشرطة، الناس كلها عارفها معايا، لكن احنا عندنا هنا كنوز لا تقل في القيمة التاريخية والأثرية والفنية والجمالية عندها. زي إيه بقى؟ على سبيل المثال عندنا قصادنا في بقايا الباب ممكن المدرج. احنا ممكن نبدأ نروحه. بقايا الباب المدرج اللي هو بيرجع لعصر إنشاء القلعة وعليه نص تأسيس باسم الناصر صلاح الدين وتاريخ سنة 579 هجرية بيؤرخ الانتهاء بناء جزء من القلعة. عندنا هنا بقايا القصر الأبلق الذي كان يسميه بعض المؤرخين إيوان يوسف. ممكن نتحرك ليه دكتور؟ نخش نشوفه. اسمه بقايا القصر، القصر الأبلق اللي كان بيسميه بعض الناس إيوان يوسف. يعني دايما احنا في مصر في الآثار الإسلامية عندنا حاجات بترتبط ب في القصص الشعبي وفي الأدب الشعبي بسيدنا يوسف عليه السلام، زي بئر يوسف برضو ده من المعالم الشهيرة جدا، واحنا دلوقتي شغالين على تنظيفه وتطهيره لإعداده للزيارة. ففي بعض الروايات تقول لك ان هو بينسب لسيدنا يوسف عليه السلام، طبعا ده ليست حقيقه لا تاريخيه ولا دينيه. زي ايه القصر الابلق ده؟ ايه قصه القصر الابلق ويعني ايه كلمه ابلق؟ القصر الابلق هو احد القصور اللي كانت مشيده داخل القلعه، بناها الناصر محمد ابن قلاوون ومن السلاطين البنائين. عندنا في الاثار الاسلاميه اعلام زي ما في الاثار المصريه القديمه في تحتمس الثالث ورمسيس الثاني وما الى هذا، عندنا في الاثار الاسلاميه سلاطين بنائين منهم صلاح الدين الايوبي نفسه. دكتور اسامه احنا كده عند باب العالم زي ما حضرتك قلت، وهندخل دلوقتي لبقايا قصر الابلق. خلينا ندخل بقى ونشوف اللي احنا ما نعرفوش. دكتور اسامه انا شايفه هنا متحف سجن القلعه. بالضبط، لأن طبعا القلعة من بعد إنشائها كان فيها سجن،
فالسجن ده كان موجود في العصر المملوكي والعثماني ومحمد علي، وظل مستخدم لحد فترة يمكن السبعينات كمان. في شخصيات مشهورة أو كانت اتسجنت فيه، كان معروف سجن القلعة، وظهر على فكرة بالمناسبة في بعض الأفلام الأبيض والأسود. تم أثناء إعداد المنطقة كمتحف للشرطة تم الإبقاء على بعض الزنازين الموجودة في الطابق العلوي تماما من السجن، وتم إعدادها للزيارة، وعمل ماكتس جوه لشكل اللي كان عامل إزاي، فتقدروا الزائر النهاردة يخش بعد ما يعدي باب ساحة العلم زي ما عملنا كده، يدخل بقى يشوف بعض النماذج للزنازين اللي كان دي النماذج للزنازين زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده عشان منع الزوار من الدخول، هي زنازين صغيرة الحجم، وكان الحراس بيبقوا أعلى الأسوار هنا يمينا ويسارا، فده كان نموذج للزنازين الموجودة. طبعا دي حديثة مش أثرية يعني، تمام؟ يعني ترجع تاريخها كده تقريبا سنة، يعني عشرينات ثلاثينات، لأن طبعا بيعد بنائها وتجديدها أكثر من مرة، وكان آخر ما تم فيها ما كان في سنة 1983-84. طب دكتور أسامة، أنا شايفة وإحنا داخلين كده قبل سجن القلعة، شفت في زي معرض كده مؤقت في بعض الصور، يعني خلينا كده نلقي نظرة عليها. يعني أنا سيناريو، في حاجة اسمها سيناريو العرض، لما بتعمل متحف بتبقى في لجنة هي مسؤولة عن تعمل الزيارة تبقى إزاي وإيه اللي يتحط. فاللي عمل سيناريو العرض حط هنا صور لأشهر القضايا اللي أنجزتها رأي وسكينة أهوت مصرية طبعا، ومع كل فاترينة حيلاقي القصة. يعني هنا زي ما حضرتك قلت رأي وسكينة، في عندنا السفاح كرموز، في سفاح اسكندرية، ودول برضو اللي هو أشهر القضايا اللي تمت في العصر الحديث للداخلية. هنا طبعا عندنا حريق دار الأوبرا اللي حصل، لدار الأوبرا المصرية القديمة اللي هي مكانها دلوقتي جراج الأوبرا، ورا تمثال إبراهيم باشا في ميدان إبراهيم باشا المعروف الآن بميدان الأوبرا. عندنا طبعا هنا برضو عاملين زي مودلز كده أو نماذج لسيارات الإطفاء اللي هو الدفاع المدني أو الحماية المدنية الآن كما نسميها، سواء أرضا أو بحرا أو جوا، وهكذا شكل العربيات الإطفاء وما إلى هذا. وده كلها يعني جزء من السيناريو العرض للمتحف الشرطة، لأن الشرطة طبعا فيها أفرع كثيرة جدا، ومنهم الجنود البواسل في الحماية المدنية اللي هم بيهرعوا لينا في أي طارئ نحتاجهم إليه فيه. دكتور أسامة، يعني خليني أقول لحضرتك إن إحنا كل ده إحنا كده في بقايا قصر الأبلق اللي حضرتك بتحكي لنا عنه، إيه تاني الأجزاء اللي فيه؟ إحنا دخلنا دلوقتي كده لما يتعرف باسم ساحة متحف الشرطة. في مساحة متحف الشرطة لما ندخل هنلاقي على شمالنا بقايا حفائر، يعني كشفنا الأرض، شلنا الردم اللي موجود والتربة وطلعت أثار، دي بنسميها حفائر، فكشفت عن جزء من القاعة الرئيسية فيما كان يسمى القصر الأبلق اللي احنا اتفقنا انه بناه الناصر محمد ابن قلاوون في العصر المملوكي، وده كان في القرن الثامن الهجري ال14 ميلادي. في معلومة كمان عايز اقولها هنا مش مشهورة قوي، مش معروفة قوي، ان منسوب المبنى، شوف انت حركت احتلاص، احنا بنطلع لان ده حصل ردم هنا وتبليط حديث للحفاظ على ما تبقى من بقايا القصر اسفل هذه الارضية. الجدير بالذكر بقى ان القصر ده اللي هي بقايا هنا على شمالنا، فين بقى بالظبط اي مكان هي القبة دي؟ لا، اللي هو على الشمال هنا اللي هي الجزء ده الارض المنخفضة، سمي القصر الأبلق لأن كانت واجهاته على ميدان الرميلة اللي هو ميدان القلعة دلوقتي والمنشية والسيد عيشة، كانت بالرخام الأبيض والأسود، والنوع ده من الزخرفة في العمارة الإسلامية بيسموها زخرفة الأبلق، فسمي القصر بالقصر الأبلق، وده تسمية وثائقية يعني من العصر نفسه. في حاجة برضو معلومة طريفة هنا ونادرة، أن احنا شايفين على شمالنا جامع محمد علي على منسوب الأرض الحالي، بقايا هذا القصر تمتد أسفل المسجد حتى الآن، وبتؤدي لما كان يعرف بالسبع قاعات أو القصور الجوانية أو الأدر السلطانية من عصر ناصر محمد، ودي مستمرة لحد ما تمشي تحت قصر الجوهرة اللي ما زال موجود دلوقتي وتنتهي عند سرايا العدل، وهذه الأقبية والممرات في طابقين ما زال موجودين حتى الآن، لكن طبعا غير مفتوحين للزيارة، عشان كده جامع محمد مرتفع، محمد علي جامعه مسجد مرتفع لأنه مبني على بقايا زي ما قلت الأدر السلطانية
السبع قاعات اللي من العصر المملوكي ناصر محمد. طيب انا شايفه هنا بقى احنا هنا كشفين تقريبا كل المعالم القاهره، يعني دي اعلى نقطه هنا كده في القلعه، هي واحده من نقط المرتفعه بموازاه جامع محمد علي. المكان هنا مكان انا بدعو الناس لما تيجي كده تخش ساحه متحف الشرطه وتشوف البانوراما. احنا عندنا في القلعه في مناطق بانوراميه. يعني ايه بانوراما؟ يعني تقدر تشوف الاوبن لاندسكيب او الـ او الـ او الـ المنظر الطبيعي اسفل القلعه، لان القلعه مبنيه على تل مرتفع كان يسمى الصوة معايا. فهنا في بانوراما متحف الشرطة لما نروح نبص عليها هنشوف تحت مننا ميدان صلاح الدين، وهندرك بالنظر لما سميت القاهرة مدينة الألف مئذنة من المآذن التي نراها أمامنا والقباب والعمائر الأثرية. القاهرة فيها ما يقرب من 600 أثر إسلامي وقبطي ويهودي مسجلين في إعداد الأثار الإسلامية والقبطية. تحت مننا مباشرة هنشوف بقى جامع السلطان حسن، جامع الرفاعي، جامع المحمودية، جامع قانيباي الرماح أمير أخور من نهاية العصر المملوكي الجركسي. هنشوف باب العزب والمنطقة السفلية من القلعة اللي بنسميها ساحة باب العزب، اللي هي كانت سكنات لعساكر الجيش الإنجليزي ومخازن للجيش المصري حتى فترة قريبة. من الحاجات الجميلة هنا اللي ممكن نشوفها ونادرة أيضا، على أقصى يمين هذه البانوراما هنمشي ونشوف بقايا برج الظاهر بايبرس البندقداري. من هو الظاهر بايبرس البندقداري؟ هو أحد سلاطين المماليك البحرية، هو أحد قادة معركة عين جالوت، هو كان مملوكا للسلطان الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الدولة الأيوبية. ويعني بعض المؤرخين بيعتبر الظاهر بيبرس البندقداري هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك الأولى أو البحرية. الجدير بالذكر بقى كلمة بيبرس، بيبرس من كازاخستان أصلا، مماليك يعني بيجيبوا غلمان صغيرين كده سبي ويباعوا ويشتريهم أمير ويعتقهم أو يتدربوا في الجيش ويبقوا جنود وقادة. كلمة بيبرس بالتركية اللي هي لغته الأصلية يعني فهد. الرنك بتاعه أو الرمز بتاع بيبرس على البرج لغاية دلوقتي عبارة عن شريط من الفهود المتكررة، يعني واضح. ممكن نقرب منه يا دكتور على البرج بتاعه اللي بيحمل اسمه، وهنقرب دلوقتي وهنوري حضرتك والسادة المشاهدين. يعني احنا دلوقتي هي مجموعة من الفهود والفهد، كلمة يعني فهد باللغة التركية يعني بيبرس، هو اسمه بيبرس. فكان السلاطين بياخدوا رموز أو شارات بتدل عليهم، حاجة زي الختم كده، إما يكون كتابة إما تكون رمزا. فهو اختار الرمز بتاعه من اسمه، فكان الرمز بتاعه اللي هو الايه الفهد. ونقشوا على العملة بتاعته، ونقشوا على التحف التطبيقية اللي من عصره، ونقشوا كمان على الأثار بتاعته. وعندنا نموذج تاني للفهد ده موجود على بقايا سبيل بيبرس البندقداري في شارع المعز قدام مجموعة الألوون. والبرج ده هو اللي اتعملت منه القاعة الحديثة اللي تستخدم دلوقتي كمتحف الشرطة القومي، عليها طبعا درابزين من الكريتال أو من الحديد لحماية المواطنين من الدخول للمنطقة. طبعا بعد كده يعني بعد منها في منخفض فبنخاف على الناس، فعملين الدرابزين ده هنقدر نخش نشوف الفهود اللي هي موجودة في الجزء السفلي حاليا من البرج. احنا شايفينها دلوقتي موجودة شوية بفعل عامل الزمن معايا. هنا ادي جزء اهو، ده باين فيه راس الفهد. هنا ادي فهد هنا اهو، وادي واحد كمان هنا. لو مشينا كده شويه هنلاقي نموذج واضح قوي وشبه متكامل حتى يقتنع الناس بما نقول، وهو موجود داخل الدرابزين هنا اهو. بعد الكابولي اللي ظاهر ده اهو باين اهو شكل الفهد راسه الينا، ووضع ترايفويل ثلاثه ارباع، وفي وضع حركه بين الأرجل بتاعته، في الفنان فعلا نجح في التعبير عن الحركة. وهنا حاطين الاسم اللي سموه كان يسمى برج السباع عشان السباع اللي هي الفهود المرسومة دي، وبيرجع لعصر الظاهر بيبرس 658 هجرية. دكتور أسامة أعتقد أن احنا لسه في جزء تاني من القلعة في الجانب الآخر، خلينا نروح ونشوف الكنوز الأثرية.
اخرى دلوقتي احنا في الجهه المقابله. ايه المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ احنا طلعنا من ساحه العلم اللي هي قدام متحف الشرطه، عدينا بقى على يمنا جامع الناصر محمد بن قلاوون اللي هو ظاهر ورانا في الخلفيه، وعلى شمالنا هنا الباب الذي كان يسمى باب القله. الباب ده اللي بيؤدي الى القلعه الحصن اللي فيها دلوقتي حاليا فيها المتحف الحربي، فيها جامع سليمان باشا او ساريه الجبل وما الى هذا. الجزء اللي على يمنا دوان اللي بيسمى مسرح بئر يوسف. مسرح هو معمول جديد في التسعينات وعبارة عن مدرجات وستيج، ويستخدم في إقامة الحفلات المختلفة، منها زي كان لسه آخر مهرجان فيه مهرجان الطبول في قلعة صلاح الدين، بيتعمل فيها أحيانا المهرجان الموسيقى والغناء، وإن شاء الله هيبقى في شهر 8 الجاي وما إلى، بالإضافة إلى المحكة جوه. وده جزء من عدة توظيف الأثر بما لا يخل او بما لا يعني يضر الاثر، يغير من طبيعته الاثريه او يفقده قيمته. هنتجه دلوقتي واحنا ماشيين كده بقى لواحد من المعالم القديمه الاصليه للقلعه وقت انشائها، قال وهو بئر يوسف. بيسالني دايما الناس، اقول لك بئر يوسف ده ليه علاقه بسيدنا يوسف عليه السلام؟ ليس له اي علاقه بسيدنا يوسف عليه السلام، هو يوسف ابن ايوب ابن شادي الكردي الملقب بالناصر صلاح الدين، وأصبح لقبه أشهر من اسمه. فعندما تقول الناصر صلاح الدين يعرفوه على طول، لو قلت يوسف بن أيوب هقولك مين دون معاه. إذن بئر يوسف هو المقصود به بئر الناصر صلاح الدين. طب إيه علاقته بيه؟ لأن صلاح الدين هو اللي بنى القلعة على يد يعني وزيره النشيط بهاء الدين قرقوش الأسدي، ونركز في كلمة قرقوش لأن مرتبطة بالمثل المصري حكم قرقوش اللي هو حكم الصخرة أو الديكتاتورية. طبعا الراجل ما كانش كده ولا حاجة ثابت تاريخيا، لكن ابتدت تظهر الروايات دي في القرن الثامن والتاسع، وجي مؤرخ شهير عمل كتاب اسمه الفاشوش في أحكام قرقوش، فمن لم يعلم علم أن قرقوش كان يعني شديد الشخصية. الحقيقة بقى تاريخية ايه؟ ان قرقوش ده كان بيستخدم الأسرة الفرنج لحمل الأحجار وعمل حفر الخندق حولين القلعة، وكان يتسم بالحزم والشخصية. أي قائد لابد تكون دي من صفاته الرئيسية، الحزم وقوة الشخصية لإدارة العمل. قرقوش كان كده، ولذلك ارتبط باسمه الشدة والالتزام بالعمل، وصلاح الدين استعان به في منشآت كتير. هو اللي بنى قلعة عكا وأعاد بناء أسوار الإسكندرية تحصينا لمصر من أي غزو صليبي محتمل. صلاح الدين لما بنى القلعة، يا جماعة احنا بنتكلم عن قلعة يعني مساحة أرض محاطة بسور، لابد أن يتوفر فيها مصدر للمية، لأن إذا ما كانش فيها مصدر المية وحصرت هذه القلعة تسلم، لأن المؤنة اللي هي الأكل والمية، فأي قلعة تتحاصر وما فيهاش أكل وما فيهاش مية لازم تسلم، فكان لابد من توفير مصدر دائم للمية جوه القلعة منها. فجي بهاء الدين قرقوش كما هو مخطط في بناء القلعة، وبدأ في حفر البئر دي. البئر ده بقى كده يعني هو دلوقتي خاضع للترميم دكتور أسامة؟ دلوقتي بيترمم وبيتصين عشان ان شاء الله احنا برضو بنعده للزيارة، من ضمن المعالم اللي كانت يعني غير متاحة نتيجة الغلق، ومش عايز اقول يعني عدم العناية بيها يعني. فدلوقتي احنا شغالين فيه، والناس قريب الزوار ان شاء الله زورنا قريب هيتاح ليهم زيارته بشكل آمن، لان دي حاجة مهمة جدا جدا من اعداد المقصد الاثري للزيارة، ان يكون الزيارة آمنة متوفر فيها الخدمات. دول عنصرين رئيسيين، الأمان والخدمات. يعني هو البئر ده اللي كان بيغذي القلعة بالمياه. ليه قصة ظريفة، أنا وقفت عند قلت إني لازم يوفر مصدر مي. حفر إحنا دلوقتي على كتلة صخرية مرتفعة حجر جيري، حجر جيري، ومن يعلم أن الحجر الجيري لما يتحط عليه مية، المية دي بتصير ملحة لأن فيه كالسيوم فيه أملاح، تمام؟ فبهاء الدين قرقوش حفر طلعت المية قليلة، فزود الحفر وصل للعمق 90 متر وهو العمق الحالي، طلعت المية ملحة غير صالحة للشرب، فاستخدمها في الاستخدامات اليومية، واضطر إلى استخدام سور صلاح الدين القادم من الفسطاط إلى القلعة كمجرى للمياه، وهو الذي تم تعديله أكثر من مرة، والباقي منه الآن مجرى مياه فم الخليج اللي بيبدأ من إشارة فم الخليج على كورنيش مصر القديمة ويمتد حتى ميدان السيدة عائشة حاليا. معلومة مهمة جدا. وهو ده البئر اللي قدامنا، هو ده المبنى. البئر عبارة عن ايه؟ عبارة عن حفرة رأسية عمقها 90 متر على مرحلتين 50 متر ثم 40 متر، وبعدين في المبنى العلوي ليها. المبنى العلوي ده اللي احنا شايفينه واحنا داخلين عليه كده دلوقتي، وعليه علم مصرنا الجميلة. هنخش نشوف الجزء العلوي من البرج. اول المعالم اللي بتظهر لنا هنا حاجة بنسميها حوض التجميع. حوض التجميع اللي هو عبارة عن حوض فيه جزء من أنبوب مغيب اللي بنسميها دلوقتي في عصرنا ماسورة،
كانت بتجيب المية من جوه البئر هنا، ده الحوض الرئيسي لتجميع المية. تمام. طيب هنخش بقى هو بعد ترميمه دكتور أسامة هيشتغل، يعني هيشتغل بئر تاني ولا بس هنحافظ عليه فقط يعني؟ تمام، سؤال جميل. الهيدروليك او النظام المائي بتاعه احنا مش هنشغله تاني لسببين، اولا لعدم الحاجة، ليه؟ ثانيا لانه هنزود كمية المية والبئر نفسها كمية المية فيها مش كبيرة، وبالتالي مش هناك جدوى. احنا هنوري الناس ازاي بيشتغل. تمام، هنوري الناس زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. تمام. من جوه ده الجزء العلوي. دكتور أسامة احنا دلوقتي وصلنا لبير يوسف زي ما بيطلق عليه داخل قلعة صلاح الدين. قولي بقى حضرتك يعني عبارة عن ايه؟ احنا دخلنا دلوقتي المقر نفسه للبير. زي ما حضراتكم شايفين كده هو في الاصل عبارة عن بئر رأسي عمقه 90 متر على مرحلتين 50 متر ثم 40 متر، وبعد كده في الجزء العلوي اللي هي الحجرة اللي احنا واقفين فيها دي طبعا اترممت اكتر من مرة، وحتى الاخشاب بتاعتها اترممت اكتر من مرة، وتم استكمالها حتى توضح للزائر طريقة عمل وجلب المياه، لان فن الماء او فن وزن الماء كما كانوا يسميه المؤرخين المسلمين ده علم كبير جدا ولا يزال حتى الان اللي احنا بنسميه الهيدروليك. طيب ايه اللي كان بيحصل؟ كان الدابة او الطور بيدور بيلف الساقيه دي تشتغل. عايز اقول بس معلومه هنا قبل ما اكمل، ان احنا هنا في اخر نقطه كان يصل اليها مجرى الماء اللي جاي من فم الخليج. لما بنتكلم عن مجرى ماء فم الخليج بيجيب ماء القلعه، كان بيجيب الماء الحلوه. ليه؟ لان الماء في البئر هنا بعد ان تم حفره قلنا طلع ماء مالح، فكانت الماء الحلوه بتيجي من مجرى مياه فم الخليج والماء المالحه من بئر يوسف. بيشتغل بنفس الفكره بتاعه قناطر المياه فم الخليج وبرج المأخذ اللي على الكورنيش في مصر القديم، اللي هو تور او دابه تلف تدور زي الساقيه كده افقي، الترس الافقي، الترس الافقي بيتحرك بالسنون يحرك الترس الراسي ده على نفس الاكس او على نفس المحور او العرق الخشب بيدور. كان ساقيه هنا اندثرت طبعا، وعلى اواديس وحبال تنزل تحت مع ازاي توصل لمنسوب الميه، وكان في نفس التركيبه دي موجوده في القاع تحت بتساعد معاه، لان 90 متر كتير جدا تلفوا يلفوا الاثنين مع بعض تطلع الميه من تحت في الاواديس اللي هي الاسطال الصغيره المربوطه بالحبال في الساقيه هنا، تلف تطلع تجمع في حوض التجميع اللي احنا قلناه. يعني الحقيقة مجهود كبير بيتم دكتور أسامة في القلعة كلها. يمكن احنا النهاردة شفنا مع حضراتكم بعض من الكنوز الأثرية اللي يعني مش كتير يعرفوها. يمكن ما اعتقدش ان بير يوسف كان مفتوح قبل كده للزوار دكتور أسامة. هو اتفتح فترة بعد سنة 83-84 لما تم تطوير القلعة، وبعد كده أغلق حفاظا على أمن الزائرين، وفي نفس الوقت طبعا الحفاظ عليه هو ذاته عشان طبعا مسألة الاحتكاك أو التقادم ما لهذا نحافظ عليه هو برضه. لكن هو دلوقتي في ضمن تطوير خطة تطوير القلعة وإعادة توظيف مبانيها، بنقوم الآن يعني المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار بعمل ترميم والصيانة اللازمة ليه والإنارة كمان عشان يكون جاهز للزيارة بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية على الجولة المختلفة اللي حضرتك خدتنا فيها في قلعة صلاح الدين، وإن شاء الله يعني نيجي لحضرتك مرة تانية في القلعة تكون خلاص خطة التطوير انتهت تماما وتستقبل الزائرين. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم، وشرفتونا وأهلا بكم في أي وقت. زي ما حضراتكم تابعتم معنا حاولنا ناخد حضراتكم كده في جولة سريعة داخل تاريخ مصر العظيم داخل قلعة صلاح الدين، شفنا فيها الكنوز الأثرية المختلفة اللي مفيش زيها في أي مكان تاني في العالم. يكفي ان انت وانت موجود هنا يعني كاشف تقريبا القاهرة العظيمة بتاريخها المختلف الممتد على مر العصور. هنا في تطوير بيتم على قدم وساق داخل قلعة صلاح الدين، خلال 6 شهور تقريبا هينتهي التطوير بشكل كامل. فرصة احنا في فصل الصيف نستثمر الأجازة نيجي ونجيب الأطفال يشوفوا تاريخ بلدهم العظيم. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بتمنى تكونوا استمتعتم زي ما احنا كمان استمتعنا النهاردة. بكرة ان شاء الله وكل يوم هنكون معاكم في فقرات جديدة ومختلفة من صباح البلد.
مرحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنستعرض فيها مع حضراتكم أهم الأخبار والتحقيقات والمقالات من الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة. هيشاركنا النهاردة في قراءة أهم عناوين الصحافة سيادة المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ. صباح الفل يا فندم، منورنا في صباح البلد. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل مشاهديك. اسمحي سيادة المستشار نبدأ مع حضرتك جولتنا الإخبارية بتصريح مهم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيقول فيه الرئيس وجه بتكثيف العمل لتوطين الصناعة لخفض فاتورة الاستيراد، وأكد كمان أن ملف الصناعة بيحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، وإحنا بنعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها بالطبع رد مستحقات المصدرين، كما نعمل على المضي قدما في اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية. سيادة المستشار، يعني إحنا لما بنتكلم على الصناعة فإحنا بنتحدث عن أحد أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة بشكل عام. في توجه من الدولة المصرية زي ما اتكلمنا كده في الخبر بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتوطين التصنيع المحلي بشكل عام، حياتك شايف ملف الصناعة الآن إلى أين وصل في مصر ومدى أهمية الاهتمام بهذا الملف الآن؟ زي ما حضرتك كده قلت في البداية، ما فيش دولة بتتقدم بدون صناعة قوية. قطاع الصناعة هو قطاع هو قاطرة أي تنمية في أي دولة، متشابك، وبالذات قطاع الصناعة هتلاقي حضرتك متشابك مع قطاعات كتيرة أخرى. قطاع الصناعة المصري هو قطاع عريق وقديم، كلنا نشهد بالنهضة الصناعية من أيام محمد علي. الصناعة في مصر صناعة متميزة، وحابين برضو نشير على الرغم أن طبعا الاقتصاد العالمي والصناعة العالمية كلها تأثرت بموجب جائحة كورونا العالمية، مظبوط، يمكن احنا في مصر الحمد لله تعالى من ضمن الدول القلائل جدا اللي على الرغم من هذه الجائحة كان نسب نمو الاقتصاد بتاعنا قد نسبة عليها تصل ل 3.5%. قطاع الصناعة كان بيمثل في ظل هذه الجائحة ما يزيد عن 17 وكسور في النمو المحلي، فبالتالي هو بيمثل، مش عاوزين نقول من القطاعات المهمة، لا هو القطاع الأهم في الاقتصاد المصري. طيب قطاع الصناعة ده هل بيواجه مشاكل؟ بيواجه مشاكل. هل احنا محتاجين اهتمام به خلال الفترة دي؟ محتاجين اهتمام، ولكن ما ننساش ان الدولة المصرية برضو خلال الفترة اللي فاتت كان على اكتر من محور، اذا كان محور تمويلي او تسويقي او حتى تشريعي، كان اهتمام كبير جدا 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 بقطاع الصناعة. نشوف المبادرات الكتيرة اللي اطلقت في خلال الفترة اللي فاتت ما بين اسقاط ديون ومبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعات بما يزيد عن 100 مليار جنيه. في كل حديث وفي كل لقاء من السيد الرئيس مع المصنعين ومع الجمهور، لا لابد من الاعتماد على الصناعة المصرية والكلام من ده في كل شغلنا. القانون، في عندنا قانون بينظم ان بيستلزم ان لابد ان احنا يبقى شراءنا بالذات شركات القطاع الاعمال او القطاع العام، ان لابد كله يبقى منتجاتنا منتجات مصريه. وكمان في نقطه مهمه سياده المستشار، فكره ان توطين مستلزمات الانتاج، لان احنا ممكن يكون عندنا صناعه ولكن مكملات هذه الصناعه بتبقى فيها مشكله فبتزود من الاستيراد، لكن هنا في توجه عام من الدوله بان لا يكون حتى المستلزمات دي موجوده ومتوفره في مصر. احنا هنا برضو لابد ان احنا نشير ان احنا كانت في سياسات اصلاح اقتصادي خلال الفتره اللي فاتت ادت بينا بخفض الاستيراد. كان عندنا طبعا كلنا كنا شهدنا الفتره اللي فاتت قبل الاصلاح الاقتصادي كنا نشوف بنستورد كل حاجه، ما كانش في حاجه ما بنستوردهاش، لكن كان في سياسات اقتصاديه، السياسات الاقتصاديه في الاخر نتجت بالايجاب على الاقتصاد المصري ان احنا قللنا من الان المناداة او اجتماع بتاع السيد رئيس الوزراء او تصريحات السيد رئيس الوزراء ان بالفعل ان حضرتك احنا عندنا انتاج كبير وعندنا مصانع كبيره في الدوله المصريه وعندنا وصلنا في بعض الصناعات لكفايه في الانتاج المحلي، ويمكن محتاجين ان احنا نشجع عشان التصدير، فبالتالي لابد ان انا اوطن بقى واشجع الانتاج المحلي في مستلزمات هذه الانتاج. يبقى انا ما اعتمدش على، لان انا في توطين هذه الصناعات والاعتماد على هذه الصناعات بيبقى مردود كبير جدا في التشغيل والقضاء على البطاله، في رفع نسب النمو في الدوله في الاقتصاد،
في تقليل خروج العملة الأجنبية إلى الخارج وبالتالي مردوده الإيجابي على الاقتصاد المصري. هناك فوائد كثيرة جدا من هذا. فبالتالي إن شاء الله تعالى إحنا متفائلين خير في خلال الفترة القادمة. إحنا شايفين يمكن الكل برضو كان بيعتب إيه كم الإنشاءات اللي بيتم ده من الطرق والكباري والمدن المديدة. ما ده كل ده هيعود بقى في الآخر إنه بيشجع الاستثمار, بيشجع لي على الصناعة, بيشجع لي على المصانع. ما فيش مستثمر هيجيلي يبني مصنع ما لم يكن عنده طريق كويس, عنده بنية أساسية في الكهرباء, عنده بنية أساسية الجاذب للاستثمار. ومن هنا برضو أننا لابد أن احنا نعمل مناشدة للمستثمرين المصريين. ما لم مش هيجينا مستثمر, احنا مش هنعتمد على مستثمر أجنبي. لابد أن احنا نعتمد الأساسي على المستثمر والمصنع المصري. المصنع المصري المستثمر الأجنبي أو المصنع الأجنبي مش هيجي إلا لما يلاقي المستثمر المصري والمصنع المصري موجود وموجود بقوة داخل السوق المصري. مظبوط مظبوط يا سيادة المستشار. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك ليه خبر آخر وتصريحات مهمة أدلى بها السفير الروسي في القاهرة جورجيو بارسينيكو, واللي أكد أنه بيجري التنسيق مع مصر من أجل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس على قدم وساق, منوها بأن المشروع من المتوقع أنه يجلب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة والتقنيات الحديثة, كما يفتح آلاف الفرص للاقتصاد المصري ويوفر العديد من الوظائف للمصريين. منطقة اقتصادية واعدة في قناة السويس, دول كتير بتتسابق أن يكون لها استثمارات قوية فيها. خلينا نتكلم مع حضرتك سيادة المستشار عن أهمية هذه المنطقة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصري وفكرة تسابق الدول على الاستثمار فيها. خلينا في البداية نتكلم عن المناطق الاقتصادية. يعني المناطق الاقتصادية ده نموذج أو آلية من آليات الاقتصاد الجديدة المتطورة, لأن هي دائما أبدا المناطق الاقتصادية بيبقى اتصالها بالعالم الخارجي أكبر, بيبقى بتتميز بميزات اكبر من الناحيه الاستيراديه ومن ناحيه الضرائب ومن ناحيه الجمارك. فبالتالي بيبقى عندها عوامل اكبر جاذبه لان انا اعمل اقتصاد قوي. طيب الدلاله القويه جدا, احنا في البدايه ما اتعمل مشروع قناه السويس او التفريعه الثانيه لقناه السويس الكل برضو يعني ما احنا مش محتاجين لكده, ويعني هذا الجدوى لا هو ده بقى هو ده الاهم في الموضوع. ماشي التوسيع بتاع قناه السويس يمكن شهدنا في الازمه الاخيره وقد ايه اهميتها وقد ايه تطور التجاره العالميه محتاجين ان احنا كنا محتاجين ليها والتعميق ليها والكلام من ده. الأهمية التانية بقى والأهم بقى جدول الاقتصادي والأهم فيها اللي احنا سمعينه النهاردة من السفير الروسي, وخاصة السفير الروسي, المناطق الاقتصادية دي مردودها كبير جدا 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 علينا, والدلالة ان قد ايه نظرة العالم الخارجي لتطور الاقتصاد المصري ونمو الاقتصاد المصري وثبات, وان خلاص بقى اصبح الاقتصاد المصري مستقر وقائم على دعم قوية. يعني على الرغم من هزات القويه جدا جدا اللي تعرض لها الاقتصاد المصري, على الرغم انه ثابت وبيحقق نسبه, يعني زي ما قلنا لحضرتك في البدايه الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليله جدا اللي حققت نسبه نمو تكاد تكون عاليه نقدر نقول عليها في ظل جائحه كورونا. فبالتالي دلاله هذا التصريح ان بتدي مؤشر قد ايه قوه الاقتصاد المصري, وقوه الاقتصاد المصري ده مرتبطه بعوامل عده, بسياسه عامه, بسياسه اقتصاديه, بتشريع, باستقرار دوله, باستقرار نظام, بحركه عمل المواطن. كل ده بيؤدي الى دلاله للخارج ان لا ان في اقتصاد مهم هنا, وخاصه ان فعلا معروف ان السوق المصري من السوق الواعد جدا والجاذب جدا للاستثمار. فدلاله هذا التصريح هي دلاله مهمه جدا قد ايه اهميه مصر في ظل الوضع العالمي حتى الاقتصادي, وقد ايه السوق المصري سوق واعد, وقد ايه المناطق الصناعيه, وقد ايه بالذات تحديدا المنطقه الاقتصاديه في قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية دي منطقة من المناطق الواعدة جدا جدا. وإن شاء الله تعالى أنا أمل إن خلال الفترة القادمة هنشاهد مزيد من الاستثمارات الحقيقية بقى في هذه المنطقة. بس برضو وأنا بقول كده يعني عندي بعض التخوف البسيط إن أخشى إن يعني بدل ما نكون هذه المناطق هي مناطق جاذبة للاستثمار وتكون مصدرة, إن هي طبعا النسبة الأعلى فيها بتبقى للتصدير, انما تتحولش الى مناطق بقى مستهلكه وتبقى ان يجي لنا نبقى احنا ايه مستوردين للخارج في هذه المناطق وتتحول هذه المناطق ويتحقق الهدف الفعلي. عندنا للاسف الشديد تجارب بعض التجارب السيئه في هذا المجال ان بدات تحولت المناطق الى مناطق مستهلكه ومستورده من الخارج. ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى باللي احنا شايفينه هتكون عامل قوي جدا في نمو الاقتصاد المصري وعامل
قوي جدا في القضاء على البطالة وعامل قوي جدا في ارتفاع نمو معدل التنمية في مصر إن شاء الله. طيب ما أننا يعني بنشهد في الدولة المصرية العديد من المبادرات الإيجابية، خلينا نروح مع حضرتك والسادة المشاهدين لمبادرة مهمة جدا وهي مبادرة إحلال السيارات. كشف أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقدمة بوزارة المالية عن تطورات المبادرة خلال 7 شهور. قال إن المبادرة بتطور من نفسها وبتجري المزيد من التيسيرات في الإجراءات وحل المشكلات ومواجهة التطورات اللي بتحدث والتفاعل كمان مع المواطنين المتقدمين للمبادرة. وأضاف إن عدد السيارات اللي جرى تسليمها في شهر أبريل الماضي وهو أول شهر منذ إطلاق المبادرة بلغ 400 سيارة فقط، وفي شهر مايو 600 سيارة، أما في شهر يونيو 1000 سيارة، وفي شهر يوليو الماضي 1500 سيارة، ومن المستهدف تسليم 1700 سيارة في شهر أغسطس الجاري. سيادة المستشار، حياتك شفت الأرقام دي إزاي؟ وقبل كمان ما نتكلم عن دلالة هذه الأرقام من السيارات، عن عايزين نتكلم عن أهمية أصلاً مبادرة إحلال السيارات المتقدمة. يعني خليني مع حضرتك بخصوص هذه المبادرة، إن إحنا الحمد لله تعالى خلال الفترة اللي فاتت، وده برضو لابد الإشادة بيها، ولابد إن إحنا أغلبية المبادرات اللي كان ليها مردود كبيرة جدا على الشارع المصري وعلى الاقتصاد المصري كانت مبادرات من السيد الرئيس، ومبادرات كانت بتمس فعلا حياة المواطن المصري. وأنا شايف بالأرقام، طبعا هي الأرقام بالنسبة لنا مش مرضية إلى حد ما، بس انا شايف في زياده، يعني هنتكلم من اول شهر 400 بعد كده 1000 اللي احنا مستهدفين 1700 مستهدفين 1700، يعني احنا من 400 ل 1000 مستهدفين 1700. احنا املين ان طبعا الاعداد تبقى غير كده، لان هذه المبادره تحديدا زي ما كنا بنتكلم مع بعض هي ليها اكتر من بعد، بعدها اقتصادي، لانها بعد اقتصادي حتى خلينا مش على البعد العام، خلينا مش البعد العام الاقتصادي الوطني والاقتصادي المصري، لا خلينا حتى على الاقتصاد الشخصي لصاحب هذه المركبه، بتطور من حياة المواطنين زي ما احنا شايفين السمة الأساسية لتحرك الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، ان هي عاوزة ترفع من شأن المواطن المصري، عاوزة ترفع من شأن اقتصاديات المواطن المصري، من حياة المواطن المصري. فبتيجي هذه المبادرة في هذا الإطار، ان احنا عاوزين نرفع من شأن المواطن المصري، بنرفع من حياته، بنرفع من اقتصادياته في ظل المركبات القديمة اقتصادياتها ضعيفة ومصاريفها كتيرة ودخلها قليل. لا احنا بنعمل مبادرة لإحلال سيارات جديدة بشروط ميسرة للمواطن، ومن هنا برضو لازم يعني عاوزين بس نهمس برضو في إذن القائمين عليها ان احنا نحاول نسهل شوية في بعض الإجراءات، نشوف بعض العقائد، نعمل تقييم للتجربة خلال الفترة اللي فاتت، ايه العوائق اللي كانت قدامنا، اذا كانت تراخيص او اي عوائق كانت موجودة، لان اما اطلقت المبادرة كلنا تفاءلنا بيها، وكلنا يعني الارقام آملين في ارقام زياده، يعني من اهميه المبادره من الناحيه الاقتصاديه، او زي ما كنا بنتكلم حتى تعمل بيئه على الاقتصاد الوطني، على الامن الوطني، على كل نواحي الحياه في الحياه المصريه. فعشان كده كان املنا ان هذه المبادره يبقى اكبر من كده، الاعداد تبقى اكبر من كده، وان شاء الله تعالى عندي امل في خلال القادم الايام ان شاء الله تعالى بعد تسهيل اجراءات وبعد اخبار المواطنين على هذه المبادره، وشرح كمان الاهميه دي للمواطن عشان يحس باهميتها. هو لا، انا شايف ان المواطن حاسس باهميتها لانها بتمسه شخصيا، يعني كل سائق سياره هذه المبادره، هو بالعكس، يعني انا شايف ان في البعض، انا بتقابل مع ناس كثيرين هم عندهم الرغبه في المشاركه في المبادره، ولكن بيبقى بعض الاحيان قدامهم بعض العوائق، نتمنى خلال القادم الايام ان شاء الله تعالى نتغلب عليها. طيب خلينا نروح لخبر اخر مهم جدا. قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقه المحيطه ان اعمال نقل مركب خوفو مقرر انها تتم على 3 ايام، بدانا من اليوم وسيتم تنفيذ المرحله الثانيه غدا في تمام الساعه 6 مساء وحتى يوم السبت المقبل. واوضح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقه المحيطه في تصريحاته ان عمليه النقل هندسيه معقده للغايه، متابعا لا ابالغ اذا قلت انها بالفعل معجزه، وقد نجحنا في تجارب الأداء التي تمت خلال الأيام الماضية لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى، والتجربة أثبتت نجاحها وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح.
حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق. هنا سيادة المستشار لينا وقفة، لأن إحنا بنشوف اهتمام قوي وكبير جدا من الدولة المصرية بإبراز أهم هنقول يعني عندنا مناطق أثرية كبيرة جدا ومهمة جدا، عندنا أحداث دلوقتي عالمية، شفنا حدث نقل المومياوات الملكية في شهر أبريل الماضي، كان حدث عالمي لازال العالم بيتحدث عنه، عندنا أيضا نقل مركب الملك خوفو الأولى وهو حدث لا يقل أهمية عن نقل المومياوات. حضرتك شايف مدى أهمية الدولة المصرية الآن بهذه الأحداث الهامة وتأثيرها على جذب المزيد من السائحين الفترة المقبلة؟ هو أنا عاوز برضو فعلا أقول الكلام اللي هو عاطف، فعلا حتة النقل دي معملية مش سهلة، وكون إن الدولة المصرية بتنجح في ذلك، وزي ما حضرتك أشرت من شوية الحدث اللي مازال العالم بيتحدث عنه حتى هذه اللي أظهر الدولة المصرية في أبهى صورها، وهي دي فعلا بقى حقيقة الدولة المصرية. عايزين بس نقول ان هي دي مصر، هي دي مصر فعلا، يعني ظهر كده مصر القوية زي دايما السيد الرئيس بينادي ويقرر، مصر اللي هتبقى قد الدنيا، فعلا مصر قد الدنيا اللي بقت حديث الدنيا كلها مصر بأحداثها. والأول مرة زي ما كنا بنقول من شوية، الأول مرة شايفين قد ايه مصر بتنجح في تسويق نفسها صح، مش هقول عرض منتجاتها، لان يعني بتعرض تاريخها صح، بتدروس تاريخها صح، بتوري للعالم صح. احنا تاريخنا يمكن احنا تلت اثار العالم كله موجوده في مصر، وكل يوم احنا بيستجد جديد، وده برضو من مصادر الابهار. انت مع حضرتك مع كل كشف اثري جديد بيكتشف جديد في تاريخ الحياه الفرعونيه، ويمكن حتى برضو ده محل الحديث، تحمل الكثير من الاسرار. يعني كل يوم بنكتشف سر جديد، كل يوم بنعمل اضافه جديده في التاريخ، حتى الحقبه اللي كانت حتى لو اكتشفنا فيها بعض الاسرار. الجديد في الامر زي ما حضرتك بنقول وقلنا ان 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 مصر بدات تظهر نفسها بقوتها الحقيقيه، مصر القويه بشكل جديد. مصر القويه بقى، قويه بتاريخها وقويه بحاضرها، تاريخها اللي احنا بنقوله دلوقتي، يعني التاريخ اللي احنا بنعرضه بكيفيه العرض، ما كيفيه العرض ده هو ده الحاضر، هو ده الحاضر. الابهار اللي عملته في العرض السابق والنقل الوقتي، وزي ما قال اللي هو سياده الوزير عاطف، ان فعلا معقده، ان فعلا عمليه النقل دي عمليه مش سهله. فبالتالي هنا بنظهر قوه الدوله المصريه في هذا النقل بتاريخها القوي بحاضرها القوي بإن شاء الله تعالى مستقبلها القوي. فدي رسالات، ورسالات مهمة جدا جدا لكل العالم، قد إيه مصر قوية، قد إيه مصر بتاريخها، قد إيه مصر بحاضرها، وإن شاء الله تعالى قد إيه هيبقى مستقبلها إن شاء الله. وكلنا منتظرين طبعا افتتاح الحدث الأكبر، المتحف المصري الكبير إن شاء الله، حاجة تانية بقى طبعا عالمية إن شاء الله تعالى إن شاء الله. ويمكن أنا في رأيي إن موضوع أحداث كورونا دي هي اللي كانت أجلت، لأن كان أكيد مخطط أكيد ليه ان يتعمل حدث عالمي كبير جدا جدا، مخطط ولازال مخطط ليه بس ان شاء الله يكون موضوع رؤساء وزعماء بالتأكيد العالم ان شاء الله، حدث يعني يستحق ذلك اكيد. خلينا ننتقل الى الخبر الاخير معانا من الشأن العربي والدولي، ونقرا تصريحات هامه للرئيس التونسي قيس سعيد اللي اكد فيها انه لن يكون هناك حوار الا مع من وصفهم بالصادقين الثابتين الذين استنبطوا مطالب الشعب. وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج أمس أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس، وأكد أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات، وأضاف أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استنبطوا مطالب الشعب. خليني نتوقف مع حضرتك هنا سيادة المستشار، هل نجحت الدولة التونسية في هنقول استئصال ورم الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان؟ هو أقول لحضرتك مش هنقدر نقول يعني نجزم الوقت أن تم استئصال الورم، هم على طريق استئصال الورم، هم تصدوا للورم. ويمكن أنا شايف أن في التجربة المصرية ده خير نموذج ليهم، وهم عنيهم عليهم، ويمكن حتى هم الإخوان نفسهم هذا الورم السرطاني اللي بينتشر في المجتمعات واللي كان بيحاول يقضي على الدولة الوطنية،
اللي الثورة 30 يونيو دعمت هذه الدولة الوطنية، إذا كانت في ليبيا ولا في سوريا ولا في مصر ولا في كل المنطقة أو في كل العالم. يعني مشروع مشاريع 25 أو مقارن ما يطلق عليه الربيع العربي، كان من ضمن أهدافه الأساسية هو القضاء على الدولة المصرية أو القضاء على الدولة الوطنية إذا كانت في مصر أو في كل العالم. جاءت ثورة 30 يونيو وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدولة الوطنية، أكد ذلك في ليبيا ومسعينا في ليبيا ومسعينا في حل المشكلة الليبية واستقرار ليبيا. والآن الرئيس التونسي ودعمنا، إذا كنا احنا بندعم الدولة التونسية فيما أتتهم من قرارات، ده تأكيد على احنا بنأكد على الدولة الوطنية التونسية. والشعب نفسه تونسي، لو ان الشعب هو 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 القرارات اللي اتخذها الرئيس التونسي جاءت بناء على تحرك الشعب. مظبوط. وبرضه هو القرارات اللي اتخذت والحفاظ على الدوله المصريه جاءت على بناء على تحرك الشعب المصري والذي سندته قواته المسلحه 30 يونيو. فكان الهدف الاساسي فيه، واللي انا برضه بحابب ان انا اكد عليه واللي اكد عليه السيد الرئيس، اللي هو الحفاظ على الدوله الوطنيه في كل انحاء المنطقه، لان جاءت هذه الجماعات للقضاء على الدوله الوطنيه، وكانت محاوله سيطرة جماعة على دولة. عمر التاريخ ما يقول إن ممكن جماعة تسيطر على دولة، الدولة تسيطر على جماعة وتنهي على جماعة، ولكن عمر في التاريخ ما يقول لنا إن جماعات كان هدفها ليس هدف وطني، هدفها ليس هدف تنمية. ويمكن ده بالذات تحديدا لوحظ مدى التدهور اللي حدث في الاقتصاد التونسي، ويمكن احنا كنا على وشك ليه او شفناه. احنا كنا وصلنا في مرحلة من المراحل اثناء هذه الحقبة السوداء في تاريخ الدولة المصرية، وصلنا لمرحلة شبه دولة، ما كانش فيه عندنا دولة. تونس الحمد لله تعالى برضو بنأمل ليها ان شاء الله تعالى تشهد خلال المرحلة القادمة استقرار، وتشهد ان شاء الله تعالى بقى استئصال على هذا الورم، وهذا الورم يتم استئصاله من كل انحاء المنطقه ان شاء الله تكون تعالى. دي نهايه جماعه الاخوان الارهابيه من المنطقه كلها ان شاء الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ على قراءه حضرتك المختلفه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا على المتابعه. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنلتقي مع فقره هامه وحديث عن نظره الاسلام لقضيه الزياده السكانيه. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرتنا الدينية الأسبوعية النهاردة يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. صدق الله العظيم. ليه بنقول الآية الكريمة دي النهاردة؟ لأنه كل واحد فينا لازم يعي جدا تماما أهمية تنظيم الأسرة، وإزاي إن احنا نقدر بجد نبني إنسان كامل المواصفات، مش ناقصه حاجة. والقرآن أكد على ده في هذه الآية الكريمة، لا ضرر ولا ضرار. موضوعنا النهاردة في فقرتنا الدينية هو تنظيم النسل والأخذ بالأسباب الشرعية، ويكون معنا فيها الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور عبد الغني منورنا النهاردة، والسلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. في البداية عايزين تفسير للآية الكريمة اللي أنا ذكرتها في مقدمة الفقرة. هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية الآية بتؤكد على أن رب العزة سبحانه وتعالى تمت العناية بالمولود منذ اللحظة الأولى، يعني في فترة الرضاعة، ففترة توفير وبعد الرضاعة توفير المسكن الملائم والرضاعة الملائمة والملبس كمان الملائم والتغذية الملائمة. بالنسبة حمل الأسرة مسؤولية إن هي يعني يبقى في رضاعة جيدة في زي ما أشارت الآية لمدة العامين، وبعد كده يبقى الكسوة كمان كسوة جيدة، وفي الحياة اللي هو بيعيشها تبقى حياة جيدة. الكسوة المقصود بها هنا هو الملبس والغطاء أو احتواء الطفل، كل حاجة من لبسه والفرش اللي هو بينام عليه وكل حاجة تتعلق بكسوة الطفل. لكن يمكن الآية الكريمة بتدينا منطلق ومدخل في غاية الأهمية. أنا دائما وأبدا أرى ما يكتب وما يقال وما ينشر وما تتم الدعوات إليه والحملات وكذا في مسألة تحديد النسل. ودائما وأبدا أنا أتمنى
يعني ليها هدف دائما ان المواطن يصل اليه الرسالة واضحة وتصل اليه الكلمة واضحة وتصل اليه الكلمة وانت تقولها تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة. لان في الحقيقة ما يخرج من الضمير يصل الى الضمير وما يخرج من القلب يصل الى القلب. لا بد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان في هذه الدنيا هباء، وان الاسلام كانت له معالجة راقية ومحترمة ومنظمة وشيء في غاية الروعة في مسألة مراعاة الإنسان من كل جوانب حياته، في مسألة اختيار الشريك يعني الإنسان كيف يتربى، في مسألة اختيار الشريك، في مسألة تعليم المرأة، في مسألة الكفاءة بين الرجل والمرأة، في مسألة الإقدام على الزواج والتفكير في الزواج. الإسلام تحدث عن اختيار، أمر ألا نأخذ المرأة مثلا التي أنبتت في إياكم وخضراء الدماء، قيل وما خضراء، المرأة الحسناء في المنبت السوء. النبي صلى الله عليه وسلم وصى لما أنت تقدم على هذه الخطوة لا بد أن تكون مستعدا لها، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة قبل الجواز فليتزوج، ولم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني من لم يستطيع القدرة يتوقف، لأن وكل علماء الإسلام من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن قالوا أن الباءة هي القدرة على الزواج بكل أنواعها، يعني القدرة البدنية، القدرة الجسدية، القدرة المادية، القدرة بكل أنواع القدرة. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم معيارا نتمسك به في بناء الأسر. هذا المعيار، هناك معيار أخلاقي، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا معيار أخلاقي. معيار الأسرة لابد أن تسهل، أقلهن مهرا أكثرهن بركة. النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الأخلاقي أمرنا أن لو إحنا ما قبلناش المقدم إلينا اللي هو على أساس التدين وعلى أساس الأخلاق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض، يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم صاحب الخلق عن صاحب المال. ولكن الإسلام أيضا أعطى حقوقا أو بس قبل ما ننط على بما يراعي، يعني اللي ترضى خلقه الأول بتفضله على ماله، بس بما يراعي الكفاءات اللي تبقى موجودة ما بين الأسرتين، صح؟ من هول لحضرتك. ثم جعل هناك حقوقا، يعني تحدثنا عن الجزء الأخلاقي والجزء الأدبي، أيضا هناك جزءا ماديا، مش ماديا يعني مال بس، ماديا يعني زي ما قلت لحضرتك كده قدراته البدنية، شكل المرأة، الاهتمام بالاهتمام المرأة بنفسها بهندامها، المرأة التي أوصت ابنتها، المرأة العربية التي أوصت قالت لها إن غاب عني حفظي وكذا، وإذا نظر إليك سرتي، بتوصي بنتها بالزواج وقالت لها ولا يرى منك إلا كل ما هو جميل ولا يسمع منك إلا ما، يعني أخذت توصي ابنتها بالزواج. ففي شيء مادي، ومن هذا الشيء المادي هي القدرة على الإنفاق، أن يكون هناك قدرة على الإنفاق. والقدرة على الإنفاق دي في العصر الحديث، يعني في العصر اللي احنا بنعيشه، يعني القدرة على الإنفاق يعني تعليم، فرصة كويسة في التعليم، فرصة كويسة في التربية، فرصة كويسة في مسألة أن هو في التعليم سواء الابتدائي أو الإعدادي أو التعليم الجامعي أو حتى التعليم ما قبل الابتدائي دلوقتي، والتعليم الجامعي ياخد فرصة كويسة. الفرصة الكويسة دي ياخدها ليه في التعليم عشان تؤهله ان هو يبقى له فرصة كويسة في سوق العمل فيستطيع بها ان هو يعتمد على نفسه. خلينا نتفق على ان احنا اممنا شعوبنا لازلنا الى الان امم، هذه الفرص فرص محدودة مش فرص كبيرة، لان الدخل القومي للأمة هو اللي بيحدد الفرص دي بتبقى قد ايه. الأمة عندها دخل قومي قد ايه فبتستطيع ان هي تبني مدارس قد ايه، بتستطيع ان هي تبني جامعات قد ايه، بتستطيع ان هي تفتح فرص عمل وافاق عمل. هنتكلم عن الجزئيه دي، ان ازاي تنظيم الناس يبقى له مردود اقتصادي واجتماعي بشكل عام، بس احنا كده عايزين بس ناكد معلومه للساده المشاهدين، هل تنظيم النسل هو اصبح هو مشروع في الاسلام؟ تنظيم النسل ده مش من النهارده، تنظيم الناس ده من وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت حضرتك قلت الايه، الايه دي كلمت على فكره التنظيم، على فكره لما تقول ان الرضاعه حولين، يعني قالت لك ايه، انتظر
لحد ما يخلص لازم تشبع الطفل اللي موجود لمده حوالي، ما هو ده نوع من انواع التنظيم. صحيح. لما يجي في وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه تطلب من الرسول يوافق النبي على العزل بين الرجل والمراه، ما هو ده نوع من انواع التنظيم. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ان انت الاطفال يقول لك ايه، من رزق بطفله فعلمها ورباها، ما هو ده على فكره نوع من انواع التنظيم، ان يبقى في تنظيم، ان انت ما تسيبهمش كده، ان انت ان في مسؤوليه في التعليم وفي مسؤوليه في التربيه وفي مسؤوليه في المسكن، ما هو ده نوع من انواع التنظيم. ففكره التنظيم جاءت مع سيد مصحوبه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش النهارده بس اللي احنا بنتكلم فيه على التنظيم، او لما هو احنا في العصر الحديث عشان جت وسائل حديثه تتحدث عن التنظيم زي مثلا الحبوب او ما يتم تركيبه من بعض الوسائل، فتم طرح الموضوع بشكل حديث، لكن هو مستمد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دعت إلى فكرة التنظيم في الأسرة. وبعدين في بس أنا يمكن يعني لو في نفس الإطار عشان نفس الإطار طيب. في نفس الإطار قبل مقاطعة حضرتك، الإسلام أرسى قاعدتين مهمين جدا بالنسبة بتستمر عليهم الحياة، أكد على أن في فكرة الرازق هو الله والقادر هو الله وقدرة الله قدرة مطلقة، قدرة بين الكاف والنون، ولا يستطيع أحد أن يماري في ذلك، والذي يحرك كل الحياة ويقلبها هو الله، ولكنه في القضيب الآخر الحياة تسير على قضيبين، القضيب الآخر قضيب يدعو إلى الأخذ بالأسباب، إلى فكرة أن التوكل على الله لا يعني أبدا كما فعل صلى الله عليه وسلم وقال اعقلها وتوكل، وكما قال صلى الله عليه وسلم ولو أنكم تتوكلون على الله. طب أنا عايز أسأل فكرة حضرتك التوكل. فلا بد أن نضع أمام عيوننا هذين الأمرين، عشان للأسف الشديد الناس بتزايد مش بتزايد على فهمها هي للدين. ما احنا عندنا نقطتين كده عايزين نتكلم برضو فيهم. انه الدين بيقول العزوة حلوة، يعني هل الدين بيقول كده؟ طيب ايه يعني حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال تناكحوا تكاثروا فاني مباهي بكم يوم القيامه. طيب هل بس ده بس ده بس ده احنا كده احنا بنقتطع الحديث. لا ما انا هكمل بس لحضرتك انه هو انك تكثر وتناكحوا وتكاثروا مفيش مشكله. تمام. بس هل يبقى التكاثر متتالي يعني ما تديش لنفسك فرصه؟ ما انا عشان كده قلت لحضرتك اذا كان هو اداك وقت ان انت تقعد سنتين ترضع فدي يبقى بيقول لك ان في فتره على الاقل في سنتين اداك فرض ان انت تبدا في مساله تعليمه تعليمه فرصه تعليمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له من رزق فادبها ورباها، البنت دي بتبقى سبب دخول الجنه. يبقى بيقول لك ان انت ايه عليك مسؤوليه في ايه في التعليم، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبق، يبقى في تعليم في التربيه، علموا اولادكم انما بيسلوا تم كرم الاخلاق فعلموا ابنائكم محاسن. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا ان احنا التسميه حتى التسميه، يعني معناه انا هعمل ده في حاله ان هو ورا بعضه ولا باخد فرصه عشان اعلمه واربيه وادبه. يبقى اذا هنا عامل من عوامل تنظيم الناس هو الوقت. اصبح هنا ان الدين هنا بيسلط الضوء على احترام الوقت والتعامل مع يومك او حياتك بشكل منظم. في ناس برضو بتستعين بآية من الآيات اللي هي متعلقة بالرزق. أيوة. انه الطفل بيجي برزقه. أيوة. ونحن نرزقهم وإياكم. ده صح. ما انا قلت لحضرتك ايه عايزين نوضحها. ما انا عشان كده قلت لحضرتك ايه، قلت لحضرتك ان هو القضية ديت من القضايا اللي بيجي فيها لغط لو احنا ما مشيناش المنطق او العقل على القضيبين دول. لا، في قضيب الاولاني اللي هو بيقول عليه، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى الله الرازق والله هو القادر، والله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يبدل احدا من حال الى حال في لمحه بصر. تمام. والله على كل شيء قدير ولا احد يمكن ونعم بالله. ولكن الله برضو من حسن ظنك بالله ومن حسن ان تتوكل على الله ومن حسن ان تعلم ان الله الرازق ان تسعى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحديث اللي دايما الناس تستدل بيه اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم ولو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماص اهو تاخدوا خماصه وتروحوا بطانه، يعني الطير بتسعى في الحصول على ارزاقها، ربنا سبحانه وتعالى علمها كده. ولو ان الحديث يقول بان احنا لا نتوكل على الله كان ايه رزقكم كما يرزق الطير تجلس في اعشاشها وتفتح افواهها ويرزقها الله، ما حصلش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، تاخدوا خماصه يعني حتى الحيوان
علمه الله السعي، السعي على الرزق. فمسألة السعي على الرزق، وأنا أحدد وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اعقلها وتوكل، وأن يكون العقل هو سابق لفكرة التوكل. أنا باجي إيه الفرصة المتاحة في التعليم، إيه الفرصة المتاحة في الصحة. لازم وهنا دي النقطة اللي خلينا نقول إن هي مرتبطة ببناء الإنسان، وإن إحنا بنطلع أولاد صالحين متربيين متعلمين يقدروا يفيدوا المجتمع. لا ويكمل والحديث في حديث بيكمل حديث تنكحوا تكاثروا، حديث المؤمن القوي خير أحبه إلى الله. يعني هل نحن أمة اللي بناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمة الأولى وعصر صدر الإسلام، ننظر إلى بناء هذه الأمة، كانت أمة قوية، أمة ملأت الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، فتحت الدنيا، أمة كانت العقل، أمة كانت العلم، أمة كانت الأمانة. انظر هو كيف انتشر الإسلام في أقل من 30 سنة من بلاد الأندلس ومن بلاد المغرب العربي إلى بلاد الهند. هل انتشر الإسلام بأداب الإسلام ودائما وأبدا أنا أكرر هذه الكلمة، وبأخلاق الإسلام وبعلوم الإسلام وبقوة الإسلام وبتمكن الإسلام وبإتقان الإسلام للعمل وباحترام الإسلام وباحترام الناس للقانون وباحترام الناس للقاضي؟ ولو حضرتك الوقت للأسف محدود، لو إحنا عايزين نضرب أمثلة أن هذه الأمة انتشرت وفتحت الدنيا بعلمها وكان لها أمانة، ليست بكثرة سكانها أبدا وكان لها أمانة. يعني دايما وأبدا أنا بضرب مثال، في العصر الحديث أكبر قوة في العالم وفي عصر صدر الإسلام أكبر قوة في العالم كانت الدولة الإسلامية، والآن أكبر قوة في العالم أمريكا. لما جت أمريكا في القرن اللي موجود في سنة 2003 تدخل العراق، كل العالم منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات في كل شيء قالوا لأمريكا ما تدخليش، وأمريكا رمت بكل الأعراف الدولية ودخلت العراق بالقوة في 2003. شوف بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رب ناس، لما الناس دخلوا في سمرقند وجاي الكهنة بيشتكوا إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال لهم روحوا للقاضي، فالقاضي قال لا يرجعوا يخرجوا، فالكهنة مش مصدقين، فتلاقوا ان القاضي بيقول طالما لم يستأذن الناس في الدخول اخرجوا من هذه البلد، فاذا بالمنادي ينادي اخرجوا احتراما لرأي القضاء، فيخرجون الناس، فاذا بالناس تقول دين كل القوات، دخلت القوات البلد وبقت موجودة فيها وفتحتها خلاص، يرجعوا تاني يطلعوا على الحدود، فالناس تروح لهم يدخلون في دين الله أفواجا ويقولون دين بهذا الاحترام لهو دين أولى بالاتباع، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كان العالم وكانت الأمة الإسلامية أمة أخذت بأسباب القوة وبأسباب النصرة وبأسباب المنعة، لم تكن أبدا أمة بهذا أن احنا نصنف بأننا عالم ثالث وأننا عالم رابع وإننا نستورد كل التكنولوجيا وإننا نستورد كل العلوم. شوف حتى احنا الأمة الإسلامية في فترة من الفترات كنا بنصدر العلم وكنا بنصدر العلوم. شوف حتى صحيح. الأمانة بتاعت الأمة الإسلامية التي استمرت أكثر من 800 سنة، لما جت خدت مثلا فلسفة أرسطو وعملتها ترجمة للعربية سميتها إيه؟ فلسفة أرسطو. لما جت خد فلسفة سقراط جت خدت نظريات فيثاغورس سميتها قواعد فيثاغورس، نفس النظريات وطورت عليها وبنت عليها. لما العالم الغربي اللي متطور اللي عمال يتكلم ويتشدق بالتطور وبالعدالة وبالكذا، لما جه خد القواعد من العالم العربي والإسلامي سماها بأسامي هو، لم يسمي مثلا، يعني في العلم الاجتماع الذي أسسه ابن خلدون يتحدثون عن علماء وهم في علم الاجتماع ولا يتحدثون احنا عما أخذوه من بنسلم من حضرتك فكرة ان احنا اصبح علينا دور كأولياء امور ان احنا نبقى فاهمين ابعاد تنظيم النسل، ان احنا كده بنساعد على النهوض بامتنا والنهوض بمجتمعنا، وان احنا يبقى عندنا طاقة بشرية إيجابية مش سلبية تساهم في صناعة، وان احنا يعني ده جزء مهم. بص يا استاذ محمد، في ثلاث مسؤوليات لابد ان هي تسير مع بعض. في المسؤوليه الفرديه، وده ختام فقرتنا بعد اجابه حضرتك، المسؤوليه الفرديه اللي هي مسؤوليه الاب والام والاسره، وفي مسؤوليه على الدوله في فكره بناء المدارس وبناء المستشفيات وتوفير كذا وتوفير التعليم المناسب وتوفير فرص العمل ده، ونحن وتدريب العنصر البشري. ما هو في
دول كثيرة جدا أخذت هذا العنصر وطورته وحولته. لكن في دور مهم جدا أنا بعتبره الدور اللي في الوسط، اللي هو الدور العقل، اللي هو دور اللي بيقوم به الإعلام والمثقفين وأصحاب الفكر. متى يحدث هذا مع ذلك؟ متى يتماشى؟ هل الظروف اللي احنا فيها الدولة دلوقتي فيها بعض التحديات؟ طب ايه ده يمشي ازاي وده يمشي ازاي؟ فكرة ان يكون هناك عقل يدير كل هذه الامور. لو انت قلت الاسرة لوحدها مخطئ، لو انت قلت الدولة لوحدها انت مخطئ. لكن لابد ونحن نعيش بشكل فيه شفافية دلوقتي. يعني بمعنى ايه؟ هل استطيع احد واحد بس فرد واحد، حتى خصوم الامم، حتى خصوم الدولة المصرية، حد يقدر يقول ان ما تشهده الدولة الان من عمران كان مسبوقا؟ يعني في حد عمله قبل كده؟ في حتى بص هات حتى ناس بتكره الدولة هيقولوا لا ما تشهده الدولة الان. إذن فالدولة تحاول ان تقوم بهذا الدور. احنا دلوقتي بنحاول نعمل نساعد الدولة، بنحاول لا بنحاول ندي نفس ان احنا نبني المدارس. صحيح. وان احنا نطور وبعد كده الفرصه ديت هو ده الهدف من التنظيم. على فكره انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني على سعة صدرك وحماسك في نقل الصوره بواقعيه، وانه اعتقد دي امانه، دي امانه يعني الحمد لله ديننا حسينا على تنظيم النسل بشكل او باخر، لانه حطينا نظام من اول الرضاعه حتى يعني من اول الاختيار، والله او من اول الاختيار صحيح. فيعني لعل ان شاء الله كلنا شاء نستفيد من الفقره و نساهم في انه الدولة تعرف ترشد مواردها، علشان لما عدد السكان يبقى معقول الدولة تعرف تنتج اكتر وتعرف تشوف احنا محتاجين ايه، ما يبقاش الشغل او همها الكبير زي ان هي توفر الرعاية لاعداد ربما تفوق استيعاب طاقتها او تفوق استيعاب ميزانياتها يعني. فاحنا كلنا لينا دور، ودايما كده نبقى احنا بنعقل الامور وبنتوكل دايما على الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ودايما موضوعات مختلفه ومتنوعه في برنامجكم صباح البلد، لكم مني كل التحيه والى اللقاء.